سعد، بنرحب بيك على شبكة موسيقى. عايزك النهارده اتكلمنا عن حضورك العرض الخاص فيلم عيش حياة. احلى موسيقى واحلى ميوزك منورنا، كل سنه وانتم طيبين. عايز اقول لك انا اول مره اجي عرض خاص وجاي عشان سامح حسين، حد طيب جدا، لازم الناس كلها تبقى عارفه اطيب حد شفته عينيا. والفيلم ان شاء الله ربنا يكرمه عشان سامح حسين ابيض هنا، واللي قلب ابيض هنا ربنا يكرمه باذن الله. اتكلمنا عن الفتره الجايه، اعمالك الفتره الجايه. انا بعد اسبوعين فضل ربنا مسافر الصين، بصور اغنيه اسمها انا اتجوز بالصين، وربنا يا رب يكرمني فيها، دي هتبقى سنجل باذن الله. وفي رمضان معايا اربع افلام، محتار اختار ايه. بيني وبينك انت اخويا، ولا حد عبرني بمسلسل عشان نبقى صراحه مع بعض يعني. فلسه في مسلسل لا 70% انا ومصطفى ابو سريع، وفيلم عيد صغير ان شاء الله انا والليسي، ومعانا ايتن عامر وقمر ومجموعه شباب بقى تاني معانا موجودين. سنجل اللي تنزل متعاون مع مين فيها؟ ده زيزو فاروق وعصام اسماعيل اللي هو عامل حب الحقيقه. ممكن تقول لنا حته قطعه تقمه هي بس عشان ما تسرقش؟ ده انا العريس، بيس بيس كله يهيس، هتجوز من الصين جوازه ما بيتكلفش، عشان البنات هنا في مصر تقول لك مطبخ وفي الصين ببلاء، والمأذون بتديك عربيه وريموت كنترول كمان هديه حبيبي. اي بتفكر في البوم او البوم شعبي او لا خلاص الموضوع ده خلاص بقى. بص اقول لك حاجه، هو السنجل بقى دلوقتي، ان انا عامل شريط من امتى، سنتين، احلى شريط عملته في حياتي، مغني فيه رومانس، مغني فيه كل حاجه، والشركه ما عملتش دعايه. فقلت لا خلاص، بيني وبينك خسرت، فقلت لا خلاص بقى انا نزل سنجلايه وخلاص. وهي خلي بالك السنجلايه من ضمن الشريط بينزل بعدها على طول بدقيقتين، والمنتج يتكلم يقول لك ده اتسرق، وانت تتكلم في شريط قد كده بتاع، فكده احلى سنجل كل شهرين كده باذن الله. رايك الفتره الاخيره الاغاني اللي بتنزل محمد رمضان وترد عليه باغنيه تانية؟ لا انا مش ضد كده. اللي الناس ما تعرفوش محمد رمضان حد طيب قوي وعلى نيته. هو محمد رمضان بيحب الغنى اصلا، فهو بينزل يعني ايه يعني. انت صاحبي بتقول بص انا ساعه جبت عربيه عامله ازاي، بص بتطير ذاتها. فمحمد رمضان بيعمل كده مع الجمهور، هو مش عايز يتقرن عليهم ولا بتاع. ما ينفعش انا بقى عارف نيتك وممكن برضه بشرى ما تكونش قصدها يعني هي محمد صاحبها بتاع، ممكن عايزه تتلمس في الاغنيه بتاع، لكن انا مش قصدها ان هي يعني تضايقه او حاجه زي كده، بس ده اللي انا شايفه يعني. رايك في المهرجانات بالذات الفتره الاخيره اللي ظهر فيها حمو بيكا وماجد الشطه؟ انا رايي بس نوجههم حمو بيكا وشطه واي حد، انا كنت زيهم يعني. مثلا شطه بقول لكم يا جدعان، انا بمثل شطه، ممكن تقول بقول لكم يا جدعان عايز بس توجيه فقط لا غير، ما تغنيش لام كلثوم، ما تغنيش لعبد كده التوجيه، لان خلك بالك بتوع المهرجانات دول 3000 لو قعدنا نشوط عليهم هيقعدوا على القهوه، سوري في اللفظ، اللي يطلع بتاع حشيش ولا يطلع لازم، لان الصحبه خلي بالك قاعدين على القهوه دي بتعمل اي حاجه. وانا كنت قاعد على القهوه كنت بسمع، انا كنت قبله نفس الموضوع قاعد كده، تقول لك تعالوا معايا في خناقه مش عارف فين، تقوم يحصل لك مصيبه، مش هنقول لهم يطلعوا اي حاجه. الشباب دلوقتي على اقول لك ايه، تعالى معايا خناقه، بس دي بقت موضه، تعالى معايا خناقه، راح وقتل حد وشكرا. فاحنا مش عايزين يجوعنا، هم عايزين بقى اللي بيديهم نقاط ده، تعالى اما تيجي تغني اعمل كذا، ما تقولش اسفاف كذا، عشان الاغنيه دي بتخش البيت وبتاع والكلام. وحمو بيكا وشطه وربنا اداهم ليه؟ عشان هم تعبوا في حياتهم. فانا بقول لهم بقى ربنا اداك اهو، ورينا هتعملوا ايه بالنجاح دوت. هل هتراضي امك مش هتتنك على حد، هتبقى موجود، هتتنك على حد هترجع تاني ورا وبراحتك بقى. اغنيه لجمهورك تختم بيها اللقاء؟ امي عايزه تقابل امك بس مش هبعتها لامك الا لما تقولي لها تعمل واجب معايا، عايزه تمنع وهو حد فيكم زعل امي. خلي امك ما تخنقهاش على امي، لو امي شايفه الشبكه على عروسه تبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه، مع احترامي لامك. كل سنه وانت طيب. شكرا.